وعفروتو لا؟ عفروتو يا ها؟ لا لا ده عفروتو ده قصة كبيرة. لوحده؟ لا ده في حتة تانية، ده اشمعنى في ده حتة في حتة تانية ليه؟ الشمال. اشمعنى؟ عفروتو أطيب قلب في مصر. عفروتو ده وأخف دم في مصر. أخف دم في مصر. عفروتو. إيه ده؟ وعليكم كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك، عامل ايه يا كابتن؟ انت عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، بمس على حضرتك وعلى كابتن احمد عادل الحبيب قلبي طبعا. حبيبي يا رب. مع انه نسمع، خلي بالك انا جاي اهدي لا انا عارف ان انا عملته في حته ثانيه بصراحه كابتن. لسه بقول لعفروتو انت في الحته الشمال. يعني عفروتو طبعا احد ابناء النادي الاهلي وفترات طويله جدا داخل النادي الاهلي، يعني ايه رايك في اللي بيحصل خلال هذه الفتره على عفروتو؟ والله يا كابتن يعني في حاجات كتير، يعني انا مستغرب ان احنا مش كويس والناس بتطلع تتكلم علينا وتتكلم علينا بشكل مش كويس، فانا مستغرب. طب هي فين الحاجه الوحشه اللي النادي ماشي بيها عشان الناس تقدر تطلع اللي هي تتكلم عن النادي؟ احنا ماشيين اول دوري، وصلنا قبل نهايه افريقيا، طب ايه الوحش في كده؟ مش فاهم. لا الوحش يقول لك ان النادي الاهلي بيبيع ولاده. لا النادي الاهلي عمره ما بيبيع، هو النادي الاهلي بس انت في كل، هي دي الكوره، يعني هي دي الكوره كابتن اسلام، كلنا عارفين عمر النادي الاهلي ما بيتخلى عن ولاده، بالعكس النادي الاهلي فاتح النادي لولاده بعد الكوره، وده احنا يعني بدون ذكر اسماء في ناس كتير قوي بعد الكوره مشيت وراحت لابس انديه كتير قوي، وبرده في النادي فاتح لهم البيت بتاعه وبيرجعوا يا كابتن بيشتغلوا النادي. ففي كواليس يا كابتن احنا ممكن نعرفه انا وحضرتك واحمد عادل وبعض الناس اللي هي في النادي، ولكن في ناس عامه الجمهور او الناس اللي بره النادي ما بتبقاش شايفه ديت. فاحنا احنا من خلال حضرتك بنوضح لهم، لا يا جماعه النادي الاهلي بيفتح بابه لاولاده، ولاي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي وبيبقى مخلص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي دايما فاتح له البيت بتاعه. طبعا عفروتو برضه يا جماعه بالمناسبه واحد من الناس اللي النادي الاهلي باعهم، يعني طبعا ما بين قوسين يعني. لا ما فيش كده يا كابتن. هي يا كابتن دي بيبقى مثلا رؤيه مدير فني، خلاص هو الفتره دي مش محتاج بتاع عفروتو، معنى كده ان النادي اللي انا اتربيت فيه بعني؟ لا استحاله طبعا، بالعكس النادي الاهلي فاتح لي البيت بتاعه وبخش النادي في اي وقت، والحمد لله باخد اسرته وبروح اي مكان النادي الاهلي موجود فيه انا بروح عادي، والناس يعني بتقابلني بحب وباحترام عشان انا ابني من ابناء النادي الاهلي. وقلت لك يا كابتن كمان مش لازم يبقى ابني النادي، لا في ناس بتلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي وبتخلص للنادي الاهلي دايما، النادي الاهلي فاتح لها بيتها. انت كم سنه في النادي الاهلي يا عفروتو من الناشئين يعني لغايه لما مشيت من النادي؟ والله يا كابتن انا من 96 في النادي الاهلي لحد 2012. 96 لغاية 2012، يعني حوالي 16 سنة في النادي الأهلي. يا كابتن 16 سنة متتالية، و يعني الحمد لله يعني من ابن من أبناء النادي الأهلي يعني. عاشرت ناس كتيرة جدا خلال هذه الفترة، وناس الحقيقة كانت متواجدة وأجيال مختلفة. بتقول إيه في هذه الفترة برضو اللي النادي الأهلي بيتعرض فيها، يعني زي ما كان في تنمر في الكورونا امبارح، لكن ايضا الفتره دي النادي الاهلي بيتعرض لتنمر غريب يعني. والله يا كابتن يعني اللي انا شايفه اللي البطل لازم الناس تتكلم عليه، ولازم الناس تنصف في البطل، ولازم احنا عايزين نوقع البطل، طب نوقعه ازاي؟ من خلال السوشيال ميديا، من خلال الاعلام، من خلال كذا وكذا، فده ده ده مش صح. الصح اللي انت مثلا لو احنا ماشيين مش كويس احنا اللي هنطلع نتكلم، احنا اللي لينا الحق ان احنا نتكلم عشان اولاد النادي. يمكن مش اي حد تاني من خارج النادي هو اللي يطلع يتكلم يا كابتن اسلام، يعني اي حد منافس تلاقيه بيطلع هو اللي يتكلم. طب بتتكلم بناء عن ايه؟ ده مش شغلك، ده شغلنا احنا، احنا اللي نقدر نوصل المعلومه للاداره، احنا نقدر نوصل المعلومه للجماهير. مش انتوا اللي هتيجوا تحلوا لنا المشاكل بتاعتنا، حلوا مشاكلكم انتوا وبعد كده ابقوا يا عم تعالوا حلوا لنا احنا. كل نادي مثقل بمشاكله يجي يتكلم عن النادي الاهلي يا احمد يا علي. طبعا النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اسلام، واكبر من الحاجات دي. يمكن دي الميزه في النادي الاهلي، ان هو اكبر من الحاجات دي بكتير قوي. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي ما بيلتفتش لكل ده، شغال في خط مستقيم، عنده مبادئه وعنده اهدافه اللي هو بيقدر ان هو ياخدها. فحتى النادي الاهلي عارفين هو عايز ايه، النادي الاهلي مجلس اداره النادي هو عارف هو عايز ايه. فدي سياسه النادي الاهلي، دي سياسه النادي الاهلي. ارجع بقى معاك لعفروتو مره تانية، يعني برضو احمد انت دايما تقول لي ان عفروتو ده الحته الشمال، يعني اشمعنى؟
لا عفروتو حاجه على طبيعتها حاجه يمكن دي اللي اثرت على مسيرته بشكل كبير، ان عفروتو على طبيعته ما بيعرفش يتاقلم مع الامور، طيب جدا، شخص كده ما فيهوش خباثه ما فيهوش لؤم، ده اللي حببني فيه. وحتى كده عفروتو نجم كبير، لكن مش محظوظ من ضمن الناس. انت عارف لعيب كره كابتن الاسلام لازم يبقى معاك حظ، نسبه طبعا. حظ، فعفروتو مش محظوظ خالص. اتمنى له ان هو يرجع احسن من الاول ان شاء الله. عفروتو انتوا لحقتوا بعض ولا لا؟ ما لعبتوش؟ لعبنا مع بعض في الشرقيه، ويمكن احنا في النادي الاهلي مع بعض يا كابتن، بس كنت باجي يا كابتن اسلام، انا حضرت حضرتك كابتن اسلام، كنت بطلع الصعب معاكم. كان بيطلع يطلع معانا. وحضرت كابتن احمد عادل طبعا. وفي واقعة كده كابتن ممكن اقولها ثانية، يعني انا اول ما طلعت كان مستر مانويل لسه ماسك، طلعت انا ومؤمن زكريا واحمد عاطف. وكان حضرتك كنت انتوا بتتمرنوا الصبح ساعتها كابتن، يعني 8:30 التجمع، 9 تبتدوا، فلعبنا تقسيمه صغيره كده، صغير معرفش، فاحمد السيد دخل فيا خبطه جامده قوي، فانا زعلت واتضايقت. فحضرتك رحت رايح يا كابتن اسلام مزعق له، ورحت قايل لي العب جامد، اللي خش عليه جامد خش عليه جامد، بره يبقى في كابتن ماشي، يمكن هنا كلنا واحد الملعب. بالظبط بالظبط، ده من اهم الحاجات اللي بنتعلمها يعني. كابتن اسلام ممكن حضرتك نسيها، بس انا دي اول يعني بداياتي، اول ما طلعت الصراحه يعني. لا، لانه احنا في النادي الاهلي كده، في النادي الاهلي انت عارف يعني، انت خدت كمان فتره او اتمرنت كمان في فتره يعني، كانت الشنكار بتلبسه لغايه زورك. لا كان جيم الشنكار خصم على طول. اللي ما كانش بيلبس الشنكار كان بيبقى خصم على طول، لانه التمرينه كانت بتبقى موت يا احمد، وانت عارف طبعا الكلام. طبعا طبعا الشنكار ده كان مستر مانويل على طول عنده حاجتين، الشنكار والجزمه الجديده. والجزمه الجديده. يعني مانويل جوزيه في فتره من الفترات الحقيقه عفروتو، يعني طبعا وكان عيد ميلاده اهو من كام يوم، كل سنه وهو طيب، 74 سنه يعني، نتمنى له الصحه. برضه اعتقد ان هو له فضل على كثير من اللاعبين في هذه الفتره. طبعا يا كابتن، يعني هو مستر مانويل طبعا تاريخ كبير، ومن الناس اللي هي حققت بطولات كبيره قوي جوه النادي الاهلي، فهيفضل طبعا في يعني جماهير النادي الاهلي لما بتيجي تسالهم يقولوا لك مستر مانويل جوزيه، هو الناس اللي هي بتحب عشاءه هو مستر مانويل. ف ان شاء الله ليك ذكريات معاه في فايلر باذن الله، وهو الراجل ماشي بخطوات ثابته، فان شاء الله يقدر يكمل اللي مستر مانويل عمله، وهو ده النادي الاهلي، ده بيكمل دوت، فان شاء الله باذن الله نفسينا بقى ناخد افريقيا، ونفسينا ان شاء الله ناخد افريقيا في العالم للانديه يا رب. ليك ذكريات مع مانويل جوزيه ولا ما ولا لا؟ ليه؟ يعني هو اول حد واحده كده برضه الاولى. يعني هو طلعني الدرجه الاولى، هو اللي مشاني ثاني فتحه دي فيها. يعني جابك ومشاك. يعني اول فتره جابتني، كنت طالع كان لسه عندي 16 سنه، اتفرج على ماتش كده بالصدفه، فخدنا انا ومؤمن، وكان معانا لاعب اسمه احمد عوض. طبعا. فبعد كده جه 2012 جابتني الولايه الثانيه، راح ممشيني بقى. قال لك لا انت كده كفايه. انا عايز اروح امسك البدله بتاعته اقول له بالله عليك بالله عليك، ده انت اللي مصعبني، اسمعني. بس انت اللي مصعبني. طيب احمد عادل بيعرف يلعب يعني عفروتو ولا لا؟ يا كابتن، بيعرف يلعب يا كابتن. وكمان احمد عادل فيزا كمان يعني اكتشفتها فيه في فتره كده من الفترات، لعب سيرد باك كان عندنا. لا دي صعبه، دي صعبه دي يا عفروتو، صعبه قسما بالله عالمي. دي صعبه دي عفروتو. لا جوكر برضه. لا والله لعب سيرد باك والله، بيلعب بدماغه. طب ما حضرتك يا كابتن لعبت السيرد باك، بس فرق بقى معلش احمد عادل. لا فرق خبره. السيرد باك صعب، السيرد باك صعب اصله شويه، ان تبقى متحكم في الخط كله يا احمد عادل. اكيد يا كابتن، انت لعبتها في حرس حدود كمان، خدت بيها كاس مصر. خدنا بيها كاس مصر حرس حدود كنت فارق مع فريق حرس حدود في المكان دوت حتى بالذات يعني. لكن مكان صعب يعني، ان انت تلعب سيرد باك برضه. لا مكان صعب، انا اول مره اسمعها. كان الكابتن طارق يحب يعتمد عليا شويه والله معانا، بس كان عالمي. لا والله مع كابتن طارق. والله كان بيلعب باك رايت، حد اتصاب، فراح كابتن عماد رجعه سيرد باك، فنزل حد باك رايت ثاني. فكان بصراحه كابتن عماد نحاس مسكنا في الشرقيه. انا عارف. فعماد حط احمد. طب والله عماد برضه يعني حلوه. لا مدرب كبير عماد النحاس. لا مدرب كبير. مدرب كبير وعامل شغل كويس قوي مع نادي المقاولين. فبتمنى له التوفيق، ويمكن حتى من هو كان ماسكنا كابتن عماد كان حاجه مبشره، حاجه مبشره ان هو مدرب كويس، بس كان محتاج ان هو يروح نادي مستقر. ففرق معانا نادي المقاولين بشكل كبير اكيد. عفروتو اخيرا الفتره دي بتعمل ايه، وهتعمل ايه بقى الفتره اللي جايه؟
والله يا كابتن الفتره ديت انا سافرت، رحت اوزبكستان، خلصت كل حاجه مع الناس في شهر واحد، والمفروض اللي انا كنت اروح لهم في شهر اربعه. فهي طبعا الظروف اللي جت على العالم دي كلها، يا رب كلنا وام سيدنا محمد نطلع منها على خير. فان شاء الله انا مركز يا كابتن الفتره ديت باذن الله، يعني في كذا حد كلمني كده من الوكلاء، فان شاء الله هركز اللي انا ابقى في مصر هنا ان شاء الله باذن الله في الدوري الممتاز. بتتمرن في البيت ولا لا؟ والله يا كابتن يعني بس مش التمرين اللي هو يعني طبعا. بس على قد طبعا. ما بقدر ببقى قاعد انا واولادي طبعا في البيت، ف مش هينفع طبعا، انت عارف يا كابتن الموضوع بقى صعب جدا، وانا عايز الناس تاخد بالها بصراحه عشان الموضوع يا جماعه ما حدش يتاثر بالموضوع عشان الموضوع بجد خطير طبعا. فربنا يشفينا ويعافينا يا رب فتره وتعدي. ويعني بتمرن يعني حاجات اللي هو مثلا ممكن تعمل شويه تمرينات خفيفه بطن، الحاجات اللي احنا بنعملها دي البسيطه بس. ربنا يكرمك ويوفقك يا عفروتو، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله تبقى معانا في حلقه قريب ان شاء الله. لينا والله كابتن حبيبي كابتن، شكر جدا، بالتوفيق يا احمد عادل يا رب. حبيبي حبيبي يا رب، اشكرك شكرا جزيلا.